شفتوا تبعتوا معنا، كان هناك مشاركة ديال ما يفوق على 1200 مهندس ومهندسة. اليوم الحزب يعتز بهذه الهيئة اللي تشتغل في الخفاء، فمن هذا المنبر لابد من تحية وإجلال كل مناضلة مناضلة تجمعية مهندسة. ولليوم اللي عبروا شوف ورشتين، الورشة الأولى حول تنزيل الدولة الاجتماعية، وكذلك الورشة الثانية المهندس في صلب التنمية الاقتصادية. أعتقد بأن اليوم كلنا حماس وكلنا عزيمة بأن اليوم هناك كفاءات في هذا الحزب. الكفاءات كتجلى الهيئات موازية اليوم، فصلنا 19 في هيئة موازية اليوم. هذه الهيئة الموازية ديال المهندسين التجمعين كتلعب واحد الدور طلائعي في الإنتاج، في إبداع، في المواكبة ديال هذا المنتخب، كذلك في الحلول وفي كل الإكراهات اللي كيعيشها المناضل داخل الإقليم ديالو أو داخل الجهة ديالو. فاحنا نعتز بهذا الأطر. واليوم شفتوا في الكلمات ديال بعض الإخوان التجارب ديالهم كيفاش انتحقوا للحزب، وكيفاش اليوم من 2019 هما يمارسون وكذلك يبدعون معنا. فأعتقد بأن اليوم كاين هناك منهم اللي دخل المجال السياسي، وهذا جد مهم. فاليوم هذاك المهندس كذلك كيلعب دور طلائعي، كاين هون منهم رؤساء جهات، منهم رؤساء ديال المجالس البلديات، ومنهم برلمانيون. فأعتقد بأن الحمد لله بلادنا جات نخب كبيرة. فاليوم التحقات نهاد الحزب الكبير. أعتقد إن شاء الله حنا مسيرة قوية، فموعدنا إن شاء الله عما قريب في بداية ديال 2026 باش يكون عنا لقاء إن شاء الله المناظرة الثالثة ديال المهندس التجمعي. شكرا لكم.